هاي اللي احنا لسه موجودين جوه مطبخ مبادرة نوايا ومؤسسة نوايا ومبادرة إحياء التراث الريفي والأكل بتاع زمان. يعني احنا لقينا هنا ايه دي اسمها ايه فكريني عالية بسيسة اللي هي بالدورة بدي الدورة صح؟ معنا الشيف عالية عسقلاني. أهلا بيك يا شيف عالية. أنتي مع المؤسسة ومع المبادرة بقالك سنة بتمرني الستات الجمال دول. هم الأصل في المشروع إنه إحنا من ورا المشروع ده كنا عايزين نعمل مانيوهات موسمية بتتغير في الصيف وفي الشتاء وفي الخريف وفي الربيع على حسب الفاكهة والخضار بتوع الموسم. حلو. بس الوصفات كلها تقليدية وقديمة تحت الأمبريلا أو تحت عنوان التراث التراثي اللي هو الهيريتج فود أو فود هيريتج. فأنتوا كل موسم بتغيروا على حسب الفاكهة أو على حسب اللي موجود في الموسم بالزبط. بس أنا ملاحظة أنكم التمر النهاردة هو اللي مسيطر. ما إحنا النهاردة إحنا عندنا كيتشن داي أو كيتشن وركينج داي، وده عبارة عن يوم تدريبي في المطبخ بنعمله كل فترة أو كل كورتر كل 3 شهور على حسب الموسم. فإحنا دلوقتي بنحضر من دلوقتي لموسم العجوة أو موسم البلح اللي هو حاجة تقليدية مصرية أصيلة طبعا. بتحصل في الريف في شهر 9 و10. يعني أنا ما كنتش عارفة مثلا في فريك بالعجوة فالنهاردة عندنا إيه فريك بقى بالعجوة ده عشان ما فهمتوش. استني عشان الناس فريك دي بالخضروات والعجوة. يعني أنا عارفة إن الفريك حادق. هو محلو ومسكر بس طعمه جميل. لا انا كده بحليه. انت كده محليه؟ ايوه بس بالخضروات. يعني ازاي محليه بالخضروات؟ يعني قولي لي عملتيها ازاي كده. هو ده هو يعني الاكل ده سامبلز. يعني دي بس مجرد عينات اللي احنا جربناه النهارده، عينات مش الفاينل، احنا لسه بنجرب. طب قولي لي عملتيه ازاي. خرطت الاول البصل ودبلت شويه وبعدين قلبت القرفه مع الحبهان مع مع الكزبرة الخضراء قلبتها مع بعضيها ورحت حط البصل ومع البلح، قلبت البلح شوية وبعدين حطيت الفاصوليا الخضراء وبعدين حطيت بقى الكوسة والجزر مع بعض والبطاطس وآخر حاجة حطيت الفريك مع بعض. يعني زي ما ساعات في المطبخ المغربي بتهيالي فيه مثلا فراخ بالبلح. لا وفي اكل اللي هو حلو بالظبط يعني فدي نفس الفكره مصطف. فاحنا كمان عندنا ده في المطبخ بتاعنا بس مش ناس كتيره تعرف عنه وتراثي وجاي من البيت. هو يعني هو الفكره ان انت بتدخلي احنا بنقعد نعمل زي برين ستورمينج مع بعض. ايه الوصفات اللي ممكن تبقى فيها مقادير مصري؟ يعني مثلا ايه اللي ممكن ندخل مصري فريك مصري فممكن ادخل معاه عجوه وخضار. مثلا السلطه اللي احنا عملناها النهارده هي سلطه بلدي عاديه. انا عامله سلطه برضو بالتمر. الصوص نفسه زي ما بنستعمل دبس البلح وبنستعمل دبس الرمان احنا حاطين بقى عجوه في الفينجرات نفسها في الصوص فبتدي طعم سويت مع الخل والليمون والملح وزيت الزيتون. انت بتجيبي الافكار دي منين يا عليا؟ من نفسي. يعني بتقعدي تذاكري عليها ولا انا دارسه بره فالاكسبوجر ان انت بتدرسي بره وبتشوفي كالتشرز مختلفه او ناس مختلفه بافكار مختلفه بتخليكي يبقى عندك زي كرياتيفيتي او تبدعي اكتر. وبعمل طبعا ريسيرش كتير، عندي كتب على طول برجع لها، بحب اقرا كتير، بحب اعمل اختبارات كتير في المطبخ انه هو مش هتيجي غير كده غير بالاختبار. اسمك ايه؟ مدحة فتاح. ست مديحة انت اتعلمتي ايه جديد من المطبخ هنا؟ كل حاجه بنعملها احنا عاملين النهارده فطير مطبق بالعجوه والفطير اللي هو فين اللي هناك ده؟ لا مش اعرفش خالص هو موجود هنا. هنلاقيه في حته ده فطير مطبق بالعجوه. فطير عادي مشلتت يعني؟ دي فطير مطبق بالعجوه. احنا مش ده الفطير مشلتت؟ غير الصينيه يعني مش مدور، هي قصدها مطبق يعني زي مثلثات. حلو. المثلثات بقى خلصت. وايه تاني جديد؟ يعني ايه اللي اتعلمتيه جديد في المطبخ؟ المهلبيه دي البلح بيتضرب فيها خالص، بيتضرب الاول في الخلاط بيبقى زي بيوريه وبعد كده بيتحط عليه اللبن والنشا وقرفه وفانيليا. ودي مهلبيه بالبلح بس التمر وده كله مكان السكر. يعني المفترض ان التمر بيلعب دور السكر طبعا بشكل صحي. بالظبط نفس الحاجه. فاحنا بنحاول نفكر ايه اللي احنا ممكن نقدمه للناس اللي هتيجي تعمل جاسترو تورز، الجولات اللي نوايا بيعملوها في شهر 9 وقت موسم العجوه. انتوا بيجي لكم سياح يزوروا هنا ويتعرفوا على بيجي لنا ناس من مصر ومن بره مصر، بيجي لنا ناس يعني بيبقوا عايزين يعملوا جاسترو تور اللي هي المبادره تحت المبادره بتاعه التراث الريفي مع دروسوس، وبيبقوا عايزين يجربوا يشوفوا ايه الوصفات الجديده اللي هي برضو بتبقى زي ما نقول اصليه او اوريجينال من الريف وبشكل جديد وفيها خضار او فاكهه من الموسم. مين اللي عامل البسيسه بقى؟ قولي لي انت. ها اسمك ايه؟ اديها المايك لو سمحتي علي.
محاسة. عاملاها ازاي البسيسه دي؟ قولي لي البسيسه دي. انت قاعده تقولي لي دوقي دوقي، اقول لك عامله دايت تقولي لي لا ما تقلقيش انا عاملاها. لا معموله بالزيت خفيف. عاملاها ازاي؟ معموله بالدقيق الذره ها والبيض والزيت. كلها دقيق ذره؟ لا كلها دقيق ذره واللبن بس. ديت معموله معجونه بالبلح بالعجوه برضه، معجونه نفسها بالعجوه ما فيهاش ميه خالص. بيض برضو ولا او بلح عجوه وبلح مقطع فيها. طب عليا قولي لي انتي انتوا بتجهزوا الموسم التمر والبلح وكده صح؟ اللي بعديه موسم ايه؟ بعديه هنخش في موسم الشتاء. ده الموسم بيبقى كله يعني عندنا منيوهات عاملينها على حسب الموسم. بنخش بقى في موسم الخضار، مثلا ممكن نعمل محشي بخضار. يعني احنا جربنا الشتاء اللي فات، بتهيالي كان الشتاء ولا كان الصيف مش فاكره، ما عملنا محشي بورق الخس. آه. انه مش زي الكرنب، ان في ناس بتتعب من الكرنب. صحيح. فالخس زي يعني بديل له وخفيف وطعمه حلو. هجربه ده ورق الخس. وبيتعمل بالخس البلدي لما بيطلع بس في اخر الشتاء او في اول الربيع بالظبط. هايل معبد، انت اللي قاعده معاكي الواحد مش باش منها قلبي والله. ربنا يخليك يا مؤدهم. ربنا يعزك يا حبيبتي، بحب ام ادهم دي. يا رب يخليك حبيبتي يا مؤدهم. فيفي لبنى. لبنى انتوا شغالين مع نوايا صح في المشروع بتاع التراث الريفي، انتوا بتعملوا ايه؟ قولوا لي بتعملوا ايه ام عبده؟ هو المشروع ده هدفه يرجع الاكلات بتاعت زمان، الاكلات الصحيه بتاعت زمان. وانت بتعملي ايه هنا؟ بتعملي ايه معاهم؟ احنا الوقت بنعمل الرقاق ده. رقاق طري ولا ناشف؟ بنعمل رقاق طري ورقاق ناشف زي ما الواحد عايز، زي ما انت عايزه. بتعملوا ايه فيفي؟ بتعملي ايه هنا؟ ايه اكتر حاجه انت بتعمليها؟ بصور. بتصوري؟ بصور هنا اكتر حاجه بعملها. بس انا من بتصوري بكاميرا يعني؟ انا شايفاكي أيوة. ماسكه كاميرا من الصبح. انت دي مسؤوليتك هنا؟ دي مسؤوليتي. بتصوري الحاجات اللي الستات بيشتغلوها. ايوه بصورها هنا وبعد كده. بتودي الصور دي فين؟ استاذه هادير بتاخدها للاستاذه لورا وبعد كده بننتجها وهم بتسوقي يعني للاكل بالصور دي. حلو قوي. لبنى اتمرنتي على ايه هنا؟ احنا اصلا مطبخ تعليمي بنحاول ان احنا نرجع التراث الريفي. نفكر الناس بالاكلات بتاع زمان لان هي بدات تقل بشكل كبير. الناس بقت بتتجه اكتر للاكل السريع. فبيكون في عندنا هنا سياحه طعام ريفيه. طب انت عاملين لنا ايه النهارده؟ انا شايفاكم مقرصين عجين. عاملين ده عيش بلدي. انت بقى بتخبزوا العجين وتسيبوه كده يستريح شويه هنا ها وتغطوا عليه صح كده؟ وريني يا غاد ده عيش. هيطلع عيش طري مش كده؟ ايوه زي اللي هناك ده. هي حبيبه قلبي زي ده بالظبط. هايل. انت ايه الاخبار؟ الرغيف عامل ايه معاكي؟ يوم انا هدس القهوه واوريكي في الطريق لك يا ام ادهم. ما تقلقيش ده هيبقى قمر ده حسبي. وانت بتعملي الرقاق طري وناشف؟ انت عاملين لنا واحده كده. عايزين ندخل واحده الفرن. لا ما بيخش. انت بتطلعها عندك حاجات او بيخش الفرن؟ لا احنا كنا مخففين مطيبينه. طب وريني كده ده الرقاق الطري. وريني كده يا لبنى الرقاق الطري يا حبيبه قلبي اهو. الله الله ده رقاق طري حتى كده حبيبه قلبي. ده رقاق طري وبنسميه عندنا هنا في ابو سير وسقاره ودهشور رقاق مزفر. لبنى هو لما بنسويه بسمنه بلدي. بنسميه رقاق ايه؟ مزفر. ليه مزفر؟ لان هو لما بنسويه هو بعد ما بيتفرد هنا احنا بنسويه بالسمنه. فده اسمه رقاق مزفر. ايه اخبار العيش؟ ايه في زي غاد هتشوف زي ايه ده؟ اسم الله ده نفش. ورينا استوى كده. ثواني يستوي. تطلعي كام رغيف في اليوم بقى يا غد؟ والله حسب الطلب برضه يا ابو. يعني انا ممكن اغبس حسب الطلب. حسب الطلب ممكن اغبس في اليوم 200 كيلو. 200 كيلو دي ايش يا اسم الله؟ اسم الله. هاتي بقى البتاع ده شكله حلو. بس انا بقى عشان يبقى شكل بقى وطعم. ماشي. وبتخبزوا في بيوتكم؟ اكيد احنا ما بنشتريش عيش من الطابون. بنشتريش عيش من الطوابين. يعني انت عندك فرن في البيت زي ده؟ فرنين زي ده في العيادة. الناس الوقت تجيب واحد من ده واللي عنده مكان بقى في البيت بيبني فرن. يبني زي ده. ايوه يبني فرن بلدي. بس برضه عندنا الناس اتمدنت كتير الوقت عشان الفرن ده بيحتاج قشاش وخشب وحاجات من دي بتروح تجيبيها. حسبي حسن تتلسع بيبقى سخن. لو الصهد طلع هيلسعك حلاوه. استني كده
كمان العيش ده بيبقى احجام على حسب الطلب، في حسب يعني ده اصغر حجم، ممكن بيعملوه حجم كبير كده زي اللي هناك، ده اكبر، ده كده صغير برده، في احجام كبيره، كده احجام كبيره، كل واحد زي ما عايز. العيش ده بقى بيكبروه كده يا ام ادهم ويعملوه يلدنوه عيش شقق، تعملي بيه الفته، فته عدس، فته عدس، شفتي بقى تعملي فته عدس. في ناس بقى بتغمس اللي بتاع الجبنه القديمه، في ناس تبلو، يبقى جميل قوي بقى كمان العيش الملدن الشقق ده. بصوا احنا كنا بنتكلم عن مبادرة التراث الريفي وازاي بنحيي الاكل القديم، ونتكلم عن التمر، وان كل موسم نتكلم عن الخضار والفاكهة اللي بتطلع في الموسم ده، وايش فطير مشلتت، وايش رقاق طري ورقاق ناشف. لكن في بلديني بقى الحكاية مختلفة. فانتوا هنا بقى ستات المشروع ده هياكلوكوا اكل تاني خالص، يعني هتلاقي نفسك بتاكل بيتزا بالملوخيه يا ام عبد الله. ايوه هتلاقي نفسك بتاكلي بيتزا بالبنجر يا فاطمه، ها رشا. الحقيقه ان انتوا عندكوا جو مختلف، وعيش اشكال والوان. ايوه بالبابريكا وبايه تاني، عشان تاني، وبالزعتر وبالخروب وبالسمسم وبالشمر. الله، لا وغير كده ده ساده. طب قولولي بقى ايه الحكايه هنا؟ احنا اول حاجه قبل ده كله نعرف بس ايه بلديني. يلا بينا. وليه بلديني يعني؟ وليه بلديني؟ الاسم جه منين؟ منين؟ بلديني جاي من كلمه بلدي، وايني يعني حاجه صغيره بالايطالي. وبتستخدمه كمان دقيقه حاجه ده جبنه بخيرها، دي اسمها جبنه بخيرها. بس يعني ايه جبنه؟ انا عارفه جبنه قريش، جبنه بيضة، الجبنه بخيرها اللبن كامل الدسم ما بنقشطوش، بعد ما بتصفى من على الحصيره وبنحطها في محلول. بتصفوها في الحصيره؟ هي دي اسمها حصيره، بنصفيها من الميه بتاعتها. دي عامله زي الموتزاريلا خالص. طعمها كمان حاجه تانية، يعني غير الموتزاريلا، غير اي نوع جبن مختلف تماما. حلوه قوي، ملحها مظبوط. طب قولوا لي ورا بتعملوا ايه؟ احنا هنا بنعمل بيتزا، ده عجينة البيتزا. دي عجينة البيتزا. تعالي كده يا رشا. تمام. وده ايه ده؟ احنا ممكن نفرد ده دبس البلح ونشكلها مع بعض. يلا تعالي تعالي يلا نعمل واحدة. احنا ممكن نعمل واحدة واحنا بنشكلها نقول ايه المكونات بتاعتها. يعني ده دبس بلح. زي دبس احنا الرمان. بنعمل ميكس بين الحادق والمسكر، بنحط جميد اللي هو ده الحكاية دي. الاكل الحادق المسكر ده. وكمان حتى انت لو لاحظتي بردك غير الاكل ذات نفسه او المكونات، بنحاول ان احنا نجدد في الخامات، يعني مثلا دي مطرحه بلدي. بس في نفس الوقت بنستخدم بردك اللي يعني عشان صحي وكده الاستلس. نحاول بردك ان احنا نوفق ما بين الاثنين، عشان كده بلدي متطور. وانا شايفاكم كمان عاملين اكل خالي من الجلوتين او من الجلوتين. ايوه بنعمل العيوش اللي هي الخاليه من الجلوتين، بنعمل بردك القرص الخاليه من الجلوتين والكيك. ايه؟ دي ذره ودي رز، وفي بردك بنخلط يعني على دي حمص، على اللوز. اي حاجه بعيد عن القمح، اي حاجه بعيد عن القمح. وكل الكلام ده عندنا مطحنه خاصه هي بتطحن الكلام ده، عشان بردك ما يحصلش اي مشاكل اللي عندهم الحساسيه دي. دي بقى اللي هنعملها بدبس البلح. ده طلياني طلياني. دي الجبنه اللي بخيرها؟ لا ده الجميد، ده الجميد اللي بيطلع من القربه زي الزبادي شويه. لا دي القربه بنحط فيها اللبن وبنخمره حوالي 3 ايام، بعد كده بعد الثلاث ايام بنضربه وتروحي عينه منه بقى، بيتعان منه الزبده اللي هي السمنه. وبيفضل بقى اللبن ده بنصفيه وبنستخدمه بقى كده، او بنحطه قريب. ايوه والله زي لبن الرايب. طب يلا كملي. ماشي يا رشا، ماشي ماشي يا رشا. بتحطي بقى الجميد كده؟ لا مش كده. امال انا عملت ايه؟ عكيت. باخده كده واحده واحده بالراحه. انت بتعمليها زي الطلاينه. شفتي ايه تاني في ايطاليا؟ تسع سنين يعني خبره. طبعا شفت. عملت الجبنه بخيرها. عملتيها هناك؟ عملتها هناك. بس كده انت بتحطي زيت الزيتون والجميد وخلاص؟ لا لا لا، تاخد نص سوا شويه بقى تطلع تاني. تطلع تاخد الجرجير ودبس البلح. جرجير ودبس بلح. والبيتزايه دي ليها زبون عندكم؟ كتير. طب قولي لي البيتزا عامله ازاي يا رشا؟ احنا دلوقتي دبس التمر. دبس البلح بتعملوه ازاي؟ دبس التمر ده، دبس البلح ده، ولا دبس البلح يعني؟ دبس البلح ده احنا كان عندنا حاجه اسمها مهرجان البلح، عشان احنا عندنا هنا نخيل كتير طبعًا في المنطقه. طبعا فحبينا نعمل حاجه للبلح، فعملنا الدبس، بقينا نطبخ البلح وبعد كده نعصره ونرجع نحطه تاني على النار لحد ما يطبخ ويبقى دبس البلح اللي هو ده. لازم مربى كده. بس مربى من غير البلح، التفل بتاع البلح نفسه بتصفيه، لان احنا بنصفيه. حلو ده.
حلو ده قوي. وبرضك منتجات البلح احنا بنعمل منها حاجات كتير، يعني بنعمل منها كرات البلح دي بنعملها نشاطات للاطفال، كرات البلح بنعملها بالاطعمه بالسمسم وبالفول السوداني وجوز الهند. انت بتحطي جرجير؟ اه هي ميكس كده طعمه حاجه تانية. تسلم ايديك يا ام عبد الله. هنعمل بقى دلوقتي تعملي واحده كمان دي ملوخيه. دي ايه بقى متخرطه؟ دي ملوخيه مدبلاها ولا عملتي فيها ايه؟ وحط لها زيت زيتون وصلصه وبنحط لها توم بس بنشوي. بتشوي التوم؟ اه وورا سليمه ما بيتقشرش. يعني انت خرطتي الملوخيه وحطيت لها شويه زيت زيتون وتوم مشوي ومفروم. في بقى بردك تحويجه كده بنحطها وطماطم. ايوه وفي بردك تحويجه كده احنا بنحطها. بس انتوا متاكدين ان البيتزا دي هتطلع حلوه؟ ايوه الملوخيه ام عبد الله رهيبه. دي الملوخيه دي عايزه رز وفراخ محمره. احنا بناكل ملوخيه بالعيش. صح برضو غلبتيني. وكمان عليها جبنه بقى، يعني مش ملوخيه بس وفيها جبنه. والعيال الصغيره بخيرها. دول بيموتوا في البيتزا. هات البتاع ايه هندخل ده الفرن بقى. ها نحط عليها الجبنه بخيرها.